السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نبدأ بالإمبلمنتيشن الخاص بالأدمن بني الجزء الثاني. الجزء الأول إحنا بنينا البروفايل وعرضنا كيفية عمل يعني ننفذ مثلا أبديتنج للبروفايل، أبلودنج لصورة داخل البروفايل الخاص فينا ومن هذه الأمور. إحنا ما ركزنا على الأدمن بروفايل جدا مع إنه كان فيديو طويل، يعني كان تقريبا 50 دقيقة، لكن ذلك بسبب السي اس اس، يعني بالنسبة لل اتش تي ام ال عفوا ما إلى ذلك. تمام، فبامكانكم تختصروا الكود بشكل عام. يعني انتم مثلا اللي ما حبش يشوف الفيديو الخاص بالبروفايل بامكانه يروح على الجيت هاب بس يشوفه بشكل عام، راح يشوفه بسيط جدا لانه احنا اخذ معنا وقت ال HTML. تمام، لكن عموما انا عملت بريكنج تشينجز على هذا البروفايل. اذا رحت على الاوث سيرفيس هنا يعني عملت بعض التعديلات بالنسبه للاوث سيرفيس هنا، بالنسبه للبريبير يوزر داتا حذفت البروفايل بيهيفير سبجكت. تمام، مش راح استخدمه. تمام، لانه باخذ وقت لما نيجي نعمل له مثلا انه انيشلايزيشن، بالتالي ممكن القيمة ممكن نوعا ما تكون نل. فشو عملنا هنا داخل البروفايل سيرفيس؟ في عنا ميثود اسمها جيت يوزر بروفايل، فاستخدمناها هاي الميثود احنا طبعا بهدف انه نعمل فيتش لليوزر بروفايل. وداخل البروفايل كومبوننت، تمام، شو عملنا؟ عرفنا طبعا فاريبل من نوع البروفايل، وداخل ان جي اون انت عملنا اتصال بهذه الميثود اللي هي عبارة عن جيت يوزر بروفايل، وعملنا لها سبسكرايب وجهزنا بيانات البروفايل، وبالتالي يعني عرضنا يعني ربطنا جهزنا طبعا معلومات الابديت بروفايل داتا بحيث نعرضها داخل البروفايل هنا طبعا اتش تي ام ال. عموما هاي هي الخطوه، ما كانش في اي تغيير ابدا غير هذه الخطوه اللي عملناها. طبعا حاليا راح نبدا بالسيستم يوزرز. تمام، بالسيستم يوزرز احنا طبعا راح نعمل عده امور بالنسبه للسيستم يوزرز. اول شيء نعرضهم، تمام، نعرض السيستم يوزرز. راح نعرض السيستم يوزرز، طبعا ممكن نعدل الرولز الخاصه فيهم، ممكن نعملهم تعديل بالنسبه للرولز. راح نشوف مثلا معلومات عن اليوزرز، بامكاني ايضا احذف اليوزرز. تمام، عموما انا كيف ممكن اعمل الامور هاي كامله؟ اول شيء ممكن انا اجي اعمله السيستم يوزرز، ممكن اروح على الكومبوننت هنا بالنسبه للسيستم يوزرز كومبوننت، راح اجهز عده امور. انا لما نيجي على موضوع عده تعديل الرولز، تمام، تعديل الرولز ممكن انا احذف رول واضيف رول. في موضوع داخل انجلر ماتيريال عجبني اسمه تشيبس، التشيبس اللي هم عباره عن زي قطع البطاطس بيسموهم دائما تشيبس. تمام، فهي عباره عن تشيبس، قطعه بطاطس. تمام، ممكن اضيفها، يعني قطعه البطاطس راح نعتبرها عباره عن رول. تمام، الرول تعتبر هنا بنفس التشيب. تمام، فهون التشيبس او الشرائح يعني شو ما كان اسمها بشكل عام، ممكن نضيفها يعني على فور. تمام، ولما نخلص دن ممكن نعملهم بوش يعني على اليوزر رولز. مثلا هون كاتب ليمون، ممكن اكتب ابل، ممكن اكتب مثلا اذا كبست عليه ممكن اكتب ليمي. تمام، في ممكن اكتب اورنج، ممكن اكتب فور اكزامبل ستروبري، انه مثلا زي هاي. طبعا هاي عباره عن اوتو كومبليت، اذا انتم ملاحظين هذا عباره عن اوتو كومبليت، فهنا ربط الاوتو كومبليت زي ما انتم ملاحظين، رتب الاوتو كومبليت بالاوتو كومبليت الخاصه بالنسبه لليوزر بشكل عام، ويعني ربط الفروت هنا. فاحنا راح نستخدم نفس المثال، تمام، راح نستخدم نفس المثال وراح نعمله. طبعا المثال نفسه راح نضعه داخل الكود الخاص فينا. تمام، هذا بالنسبه للادمن رولز، لكن احنا ممكن انا استخدم مثال اخر غير هذا الادمن، ممكن استخدم هذا المثال الموجود هون. تمام، هذا نفسه طبعا لكن بدون اوتو كومبليت، هذا بس انت تكتب من حالك، مجرد ما كتبت اوكي بضيف لي اياها من حالها. تمام، فانا اول، لكن قبل ما اضيفهم ممكن انا اجي عند هذا بدايه الكود، انه مثلا ممكن نعمل عده امور. اول هذه الامور ممكن نجي نعملها مثلا داخل الكود. انا بالنسبه لي مثلا داخل هذا الكود لازم احنا نجهز اليوزرز. تمام، فاول موضوع هون بنكون اكتب انه يوزرز، وهذا عباره عن يوزر اري. تمام، هاي عباره عن يوزر اري، فبعمل هيد امبورت لليوزر. تمام، وغير اليوزر طبعا راح ممكن نستخدم انه في عندنا المودال ريف بهدف انه عرض، هذا عباره عن بي اس مودال ريف بهدف انه نعرض مودال. تمام، وفي عندنا هون داخل الكونستراكتر ممكن نستخدم انه برايفت اوث سيرفيس، وهذه اوف تايب اوث سيرفيس. وفي عندنا غير اوث سيرفيس برايفت، طبعا في عندنا المودال سيرفيس وهي اوف تايب بي اس مودال سيرفيس. وفي عندنا اخر شيء هو عباره عن البروفايل سيرفيس اوف تايب بروفايل سيرفيس. جميل، طيب بعد هاي الامور احنا راح نيجي عند الموقع هنا ونجهز المعلومات. طبعا احنا محتاجين بالنسبه لتجهيز المعلومات، خلينا نروح هنا بالتي اس، بكتب لي مثلا هنا في عندنا الفيزبل والسلكتبل والريموفبل، هاي عباره عن ستيتس خاصه بالنسبه للفورم جروب. تمام، فانا راح اعملها كوبي اوكي واضيفها هون بالبدايه.
تمام، واكتب عليها هاي الداتا راح تكون عباره عن تمام، راح نكتب مثلا هنا related to chips material، هاي material يعني الخاصه، هاي الداتا كلها related بالنسبه لهذا الدار. تمام، هون طبعا في عندنا read only separator، طبعا separator قصد فيه انه نفس separator الموجود بين الداتا هون. تمام، فهون بحكي لنا اما كوما او انتر، يعني اذا كبست كوما خلص ممكن انا اقبل منك، واذا كبست انتر يعني اذا كبست هون مثلا على سبيل المثال كوما، ممكن اكتب زي هيك، اذا كبست كوما لاحظوا اذا كبست كوما يعني بيعمل لي بضيف لي اياهم على الشيبس، اذا كبست انتر ضاف لي اياهم. تمام، فممكن انا اروح هون واضيف هاي الداتا السيبريتورز. تمام، هون لازم نعمل امبورت للانتر اوكي من الانجلر سي دي كي كي كودز، وفي عندنا للكوما لازم نعملها من الانجلر نفس الموضوع. في عندنا هون طبعا راح نروح هون في عندنا الفروتس، هم مش راح نستخدمها هون، مثلا في عندنا تو ميثودز الاد والريموف راح نستخدمهم هون اوكي. في عندنا هون الاد والريموف، بالنسبه للاد والريموف بسيطات جدا. تمام، هون لازم نعمل الماتش انبوت ايفنت لازم نستخدمها هون، طبعا لازم نعرف لازم نعرف هون طبعا رولز، عرف مثلا هون رولز اوكي، هاي راح تكون عباره عن رول اري اوكي، هاي راح تكون عباره عن لازم اعمل لها مثلا initialization بي ام بي تي تمام اري. فانا هون داخل الرولز ممكن اجي عند مثلا عند الاد، مجرد انا عملت اد راح نيجي نعمل التالي this dot rule تمام dot في عندنا بوش تمام، لا في عندنا الفاليو اوكي دوت تريم نفسها، طبعا هون مش راح يقبلها لانه هذا مش لانه string مش راح يعني يقبله كرول، ممكن اكتب له as role تمام. هاي هي بس العمليه اللي ممكن نعملها. وهون طبعا بعد ما نعمل التالي فقط هاي بالنسبه للاد، وهون طبعا الريموف راح تاخذ رول اوف تايب رول تمام. وهون طبعا بالنسبه this dot index ممكن اكتب this rules dot index of rule اوكي، if index اكبر او تساوي صفر this dot rules dot displays index، هاي في حاله بدك تعمل يعني مسح للرول من الاري تمام، يعني نعملها مثلا ريموف من الاري. جميل، هذا هو عباره عن اللوجيك. الان طبعا احنا قبل ما نبدا باللوجيك الخاص بالنسبه لهنا لازم نعمل هنا اتصال this dot داخل الانج يونت this dot مثلا يوزر سيرفيس تمام this dot auth سيرفيس عفوا dot، في عندنا get users مش موجوده هاي ميثود get system users مش موجوده، تعالوا نعملها implementation داخل الاوث سيرفيس، نزل عند الاوث سيرفيس هنا نيجي نعمل على سبيل المثال انه مثلا هنا ميثود اسميها get system users اوكي. طبعا هذا get system users راح يكون في بداخلها try catch نفس الموضوع اوكي، هاي راح ترجع لي راح ترجع لي promise او عفوا observable of user array تمام. جميل جدا، حاليا داخل هون بامكاني اني اعمل كوبي لهذه الامور واجي اعملها هون. طبعا راح نغير لي الـ URL كامل هون، الـ URL راح نخليه API endpoints دوت، في عندنا الـ auth endpoints دوت، في عندنا system users اعتقد هذا هو عباره عن system users تمام، هذا هو عباره عن الـ URL، بالتالي اعتقد هذا هو الميثود اللي احنا لازم نتصل معاها. فانا داخل الانج اون انيت بامكاني اكتب مثلا this دوت، في عندنا الاوث سيرفيس دوت جيت سيستم يوزرز دوت سبسكرايب، وهذا سبسكرايب طبعا راح يكون في عندنا يوزرز، وهذا اوف تايب يوزرز او يوزرز داتا فور اكزامبل، هذا اوف تايب يوزرز يوزر اري يعني. وبعد هاي العمليه طبعا راح نيجي نحكي انه مثلا this دوت يوزرز تمام از ايكوال لليوزرز داتا. جميل، هذا الى الان اللوجيك احنا نعمله داخل اليوزرز اوكي. هون طبعا راح نحتاج للاوبن تمبلت، هاي خاصه بالديالوج يعني اوبن تمبلت، راح تاخذ تمبلت اوف تايب تمبلت ريفرنس، وهذا اوف تايب طبعا اني راح اكتبه هون اني سمول لتر. وهون طبعا راح نيجي نحكي مثلا this dot modal ref modal ref is equal to this dot، في عنا المودال سيرفيس دوت، في عنا الشو، والشو راح تكون عبارة عن التمبلت تمام. هذا اللوجيك. في عنا الهايد راح نكتب بس فقط فيها انه this dot modal ref دوت، في عنا الميثود اسمها الهايد. جميل، هذا اللوجيك على الاقل اللي احنا لازم نعمله الى الان. طبعا راح نيجي مثلا على سبيل المثال راح نيجي نعمل للتالي ميثود اسمها edit user rules، طبعا هاي الميثود edit user rules راح نيجي نعمل التالي فيها
انه تاكدوا من الاوث سيرفيس انه الايديت يوزر رولز، في عندنا ميثود اسمها ايديت يوزر رولز، ها راح تكون عباره عن بوت، تمام؟ حسب ما هو الاي بي اي كاتب لنا هون هذه عباره عن بوت، فاحنا راح نروح هون عند السيستم يوزرز، راح نيجي نعمل على سبيل المثال التالي. طبعا هون راح نمرر له اليوزر اي دي، شو هو اليوزر اي دي اللي انت ناوي تعدل على الرولز الخاصه فيه. فراح هون نكتب اليوزر اي دي، هذا عباره عن نمبر، تمام؟ وبالنسبه لليوزر رولز وانا ايديت يوزر رولز، راح نيجي نعمل التالي this dot auth service، تمام؟ dot في عنا get system users، تمام؟ طبعا هنا بالنسبة للداتا هنا profile service أنا مش عارف ليش حاطها هون، فراح أحذفها، ممكن ما أحتاجهاش أبدا يعني، تمام؟ يعني هنا مثلا بالنسبة لل get system users بشكل عام، وفي عنا في ممكن نحتاج ل snack bar service، خلنا أتذكر إني أحطها هون import، هنا private سناك بار هاي اوف تايب مات سناك بار، مات سناك بار، تمام. داخل هنا طبعا راح يجي نعمل ميثود جديده هون اسميها مثلا اوبن سناك بار، ممكن اشوفها مثلا ميثود اخرى بشكل عام، ممكن اشوفها داخل ايرون انترسبتر سيرفيس، ممكن اخذها كوبي واضعها هنا على اساس انه مثلا ما نكتبش يعني ميثود مكرره. طبعا هاي ميثود مكرره باكثر من مكان، فممكن نعملها داخل سيرفيس مستقله ونعملها امبورت بدل ما اظني اكتبها كل مره، تمام. عموما في عندنا هنا انه جيت سيستم، هون طبعا ايديت يوزر رولز ذيس دوت اوت سيرفيس دوت، في عندنا ايديت يوزر، ايديت يوزر رولز، تمام. طبعا راح ياخذ اليوزر اي دي وراح ياخذ انه ذيس دوت رولز، اوكي. طبعا بعد ما يعمل هذا الموضوع انه راح نيجي نعمل له سبسكرايب، السبسكرايب فعليا راح يرجع لنا يوزر، تمام. هذا راح يرجع لنا يوزر، هذا راح يرجع لنا يوزر، هذا اوف تايب يوزر. وراح نيجي نعمل التالي، بعد ما انا عدلت على يوزر الخاصه في الرولز انا راح استلمه هذا يوزر، لكن انا راح كمان اعمل ابديت لليوزر اللي عملت له انا ابديت للرولز. فشو ممكن نيجي نعمل هون على سبيل المثال؟ راح نيجي نعمل فور اي، تمام. هون طبعا فور اي ذيس دوت يوزرز دوت لينكث، تمام. هون راح نيجي نعمل التالي اف يوزرز، اف ذيس دوت يوزرز للاي dot id is equal equal لليوزر id، بالتالي انه this dot users، تمام، للi is equal is تساوي، تمام، بدي اخزن قيمته باليوزر اللي جديد عملت له ابديت، تمام. هون طبعا بعد هاي العمليه ممكن انا اجي اعمل عند بعد ما نعمل مثلا هاي العمليه انه ممكن اكتب this dot hide، اعمل لي هايد للديالوج، خلاص انا عملت له مثلا عملت ابديت ليوزر. وممكن اكتب this dot open snack bar، تمام، انه فور اكزامبل انه اليوزر، تمام، يلي اسمه فور اكزامبل انه يوزر، تمام، او ممكن اكتب له ذس دوت او اليوزر نفسه، تمام، اليوزر دوت يوزر نيم، تمام. ممكن احكي له مثلا رولز ابديتد سكسسفولي، تمام. هون طبعا انه بامكاني اعملها تحت هاي بس هيك. هون طبعا راح نعطي الاكشن، الاكشن راح تكون عباره عن اوكي، جميل، هذا عباره عن اوبن سناك بار. وبعد ما اخلص الاوبن سناك بار بامكاني اكتب بريك، مش فيش داعي انك تلف لي عليهم كامله، خلص انا عملت اللي انا محتاجه بالنسبه للايديت يوزر رولز، تمام. هون طبعا بامكاني اكتب مثلا ميثود اخرى اسميها فيل رولز، تمام. هون طبعا الفيل رولز لما انا اضغط على اليوزر معين بدي كل الرولز تكون الخاصة فيه تيجيني، تمام. فأنا شو ممكن أكتب هنا؟ يوزر رولز الخاصات باليوزر هاي اوف تايب طبعا رول اري. هون راح نيجي نعمل التالي انه اول شيء راح انا افضل الرولز الخاصة داخل الرولز اري، راح تكون عبارة عن اري فابية، وراح نعمل فور اي، تمام، لا ذيس دوت رولز او عفوا انه يوزر رولز دوت لينكث. وراح نيجي هون طبعا نعمل مثلا انه ذيس دوت رولز دوت في عنا بوش لليوزر رولز، تمام، او عفوا يوزر رولز للاي، اعمل لي بوش عليهم واحد واحد، لكن ما تعملوا اللوجيك هذا، ما تعملوا انه ذيس دوت رولز از ايكوال لليوزر رولز، ما تعملوه ابدا، فيش داعي نخزن ريفرنس، طبعا كول باي ريفرنس، فيش داعي الكول باي ريفرنس ابدا نستخدمها، ما في داعي، هاي خطا، تمام. هون طبعا ممكن اكتب له مثلا هون ككومنت، تمام، هاي عباره عن كومنت يعني انه ذيس از رونج، تمام. بعتذر عن الانقطاع اللي حصل. عموما احنا بنينا الفيل رولز هنا، طبعا زي ما حكينا الفيل رولز، شو وظيفه الفيل رولز؟
لما اكبس على الايديت رولز الخاصه باليوزر، تمام، بدي اجيب هذه الرولز الخاصه باليوزر واعملها فيل داخل ايش؟ داخل هذه الاري اللي اسمها رولز، تمام، بحيث اني ممكن اعمل اضافه عليها، حذف منها، ما الى ذلك، تمام. انا داخل حاليا، انا هون طبعا كلوز اذرز، في عندنا داخل ال HTML، اوكي. هون طبعا ما ننساش انه بالموقع في عندنا CSS كمان، تمام. هون CSS ممكن انسخ هذا، اوكي، وراح اضعه هون الاكزامبل، هون داخل عفوا CSS فايل بضعه هون فقط، تمام. حاليا داخل HTML راح نعمل التالي، بامكاني ان اكتب مثلا هون بني الهيدر، هذا بني الهيدر طبعا هذا على اساس انه يعملنا مسافه بين الهيدر واللي تحت. طبعا هون طبعا راح نكتب انه بني الهيدر، بني الهيدر اس ام، تمام. هذا فقط راح ابنيه بحيث انه يعني يكون في مسافه بين التوب وما الى ذلك، تمام. هون بامكاني اكتب هون كونتينر، وهذا الكونتينر طبعا راح اكتب له مارجن يكون في 2. وهون طبعا داخل هذا الكونتينر راح نعمل اول شيء رو، تمام. الرو راح يكون فعليا انه جاستيفاي للكونتنت، تمام، بالسنتر، تمام. هذا جاستيفاي الكونتنت سنتر. وهون طبعا راح نيجي نعمل كولوم، هذا الكولوم طبعا راح نعرض فيه، الكولوم راح نعرض فيه كارد، ممكن نيجي نعرض فيه كولوم مثلا اس ام، تمام، راح يكون عباره عن 11، تمام. هذا الكولوم بامكاني ابني فيه فور اكزامبل كارد، وهذا الكارد طبعا راح يجي نعمل هنا كارد هيدر، تمام، كارد هيدر. وداخل هذا الكارد هيدر راح يجي هون مثلا كارد تايتل، تمام. هون التكست بالسنتر، التكست سنتر، تمام، الكارد تايتل تكست سنتر. ممكن هون نجي نحكي مثلا انه هون سيستم يوزرز، سيستم يوزرز. ممكن اعطيه مثلا هون فونت، تمام. هذا السيستم يوزر، السيستم يوزرز هون ممكن هذا اخليه عباره عن، مش ديف، اخليه عباره عن اتش 4، تمام. هذا عباره عن اتش 4، وخلينا نعطيه مثلا ستايل معين، احكي له مثلا بدي الفونت فاميلي تكون عباره عن انتون، في عندنا يعني فاميلي هون في عندنا انتون. هذا الانتون طبعا راح يكون ممكن يكون داخل، عفوا، هون راح اعمل له كوبي وضعه داخل هون طبعا انتون. هذا الانتون طبعا راح يكون عباره عن تكست معين، سانس سيرف، في عندنا سانس، تمام، هذا السانس، في عندنا سيرف، اوكي. هذا بالنسبه للسانس سيرف، لكن اعتقد انها تكون مثلا سمول لتر، تمام. هذا السانس سيرف، انا خلصت من الفونت فاميلي هون. هون طبعا هذا عباره عن انتون، اوكي. بعد ال H4 هذا طبعا بامكاني انه انزل تحت، تمام، بعد الديف هذا طبعا ممكن اعمل هنا كارد بادي، كارد البادي. بالنسبه للكارد بادي طبعا راح يجي مثلا هنا، راح نعرض هنا تيبل، داخل الكارد بادي راح نعرض تيبل. طبعا بالنسبه للكارد بادي راح نيجي نعمل له، راح نعرض اللي التيبل وداخله اليوزرز، تمام. اذا كان في عندي يوزرز اعرض لي التيبل، تمام. فانا هنا طبعا بالنسبه لليوزرز ممكن هنا طبعا انه راح اعمل هنا طبعا انه تيبل ريسبونسيف، في عندنا اسمه تيبل ريسبونسيف، هذا كلاس ريسبونسيف، تمام. هذا طبعا تيبل ريسبونسيف راح نيجي نعمل التالي فيهم. اول شيء طبعا هون راح نيجي نعمل تيبل، وهذا التيبل راح نعطيه مثلا انه الكلاس راح يكون فيه عباره عن تيبل، تمام. وهنا ريسبونسيف، جميل. طبعا بالنسبه داخل هذا التيبل راح نعمل التالي، التيبل هذا راح نضع فيه اول شيء التيبل هيدر تي هيد، وبالنسبة للتي هيد راح نعطيه ممكن نعطيه كلاس اسميه تكست برايمري، بده يكون الخط فيه برايمري، تمام. داخل هذا التابل هيد ممكن اكتب هنا مثلا تي اتش، ويكون عبارة اول شيء في عندي النمبر، تمام، اول شيء عندي النمبر، وفي عندنا تي اتش اخر غير النمبر، بامكاني اكتب مثلا غير النمبر النيم، وغير النيم مثلا ممكن الايميل، وفي عندي غير الايميل الرولز. هنا اذا النمبر، هون طبعا في عندنا النيم، هنا في عندي الايميل، وفي عندي ايضا الرولز، تمام. وبعد الرولز ممكن انا يعني فقط حاليا اني التزم بهذا الامور. طبعا بعد التي هيد زي ما كتبنا احنا دائما في عندنا التي بادي، تمام، هنا التي بادي. بالنسبه للتي بادي، تمام، بامكاني اكتب بداخلها انه مثلا تيبل رو، راح نعمل داخل التيبل رو واحد، راح نعمل لوبينج على كل اليوزرز، تمام. فهون راح نيجي نعمل مثلا ng4، ال ng4 راح نعمل التالي تساوي let مثلا user of users، تمام،
ديت يوزر اوف يوزرز. طبعا هون راح نعمل التريسنج على كل يوزرز. ممكن انا استفيد من اندكس، ممكن هون ليت اي تساوي اندكس، تمام، ليت اي تساوي اندكس، تمام. الاندكس القصد يعني انه الاندكس لكل يوزر، تمام. هون عملنا ان جي 4، بعد الان جي 4 ممكن هون اعمل تي دي، تمام. هذا التي دي اول شيء راح ارد فيه انه الاي زائد 1، القصد بالاي زائد 1 يعني انه بلشت من اندكس 1 نمبر 2 نمبر 3، وهي راح تكون فعليا قيمتها بقيمه النمبر، تمام. بعد التي دي طبعا بامكاني هون نعمل مثلا راح نيجي مثلا ننزل هنا ونعمل اكثر من تيبل ديسكريبشن تي دي تي دي، تمام. هون طبعا بعد عملنا الاي زائد 1 ممكن هون نيجي نحكي مثلا مش الاي زائد 1، ممكن اكتب هون اليوزر دوت، في عندنا اليوزر نيم، انا قصدي بالنيم. هون بامكاني اكتب مثلا يوزر دوت ايميل، ايميل، وبعد الايميل بامكاني هون طبعا في عندنا الرولز، تمام. ما ننساش انه هون في عندنا الرولز. هون الرولز طبعا راح تكون كالتالي بالنسبه للرولز. انا بما انه الرولز هي عباره عن اري، كيف ممكن نعمل لسته اري داخلها؟ بس بكتب ان جي 4 كالعاده، ان جي 4، اوكي. هاي راح تكون تساوي ليت رول، ليت رول اوف يوزر دوت، في عندنا الرولز، اوكي. هون بامكاني ان اكتب فور اكزامبل انه بي، تمام. هون طبعا ان جي 4 فيش فيها مشكله. البي طبعا هاي بامكاني اكتب فيها انه الرول، تمام. اطبع لي الرول داخل البي بشكل عام، تمام. داخل طبعا بعد هاي العمليه بامكاني انزل تحت حاليا انا، وممكن اجي اعمل قبل ما انتهي من قبل ما، طبعا هذا كلياته داخل رو، تمام. هذا كله داخل رو. انا حاليا بامكاني ان اكتب مثلا رو اخر، تمام. وهذا الرو بامكاني يكون في عندنا مثلا مارجن بي، يكون مارجن بوتوم تكون، ومارجن توب ممكن تكون 2، وجستيفاي كونتنت سنتر. وداخل هذا الرو طبعا ممكن انه نعمل التالي، ممكن مثلا انه كولوم، ممكن انا انسخ هون الرو زي ما انتم ملاحظين، ممكن انا انسخ هون طبعا كولوم اس ام بشكل عام واضعها داخل هذا، اوكي. نفس اللوجيك يعني بشكل عام. هون طبعا نفس الموضوع ليت يوزرز، طبعا هون بدل ما اكتب اديشنال، بدل ما اكتب سيستم يوزر راح اكتب هون اديشنال الفو، القصد هون ممكن انا اكتب هون اديشنال انفورميشن بهدف يعني انه في عندي انفورميشن اضافيه، تمام، بالنسبه لليوزرز. هون نفس الموضوع عن جي اف يوزرز، لكن هون بدل ما اعرض النمبر راح اكتب النيم، تمام. وبعد النيم ممكن اكتب مثلا الجويند رومز، نمبر اوف جويند رومز، كم عدد الرومز اللي شاركها، تمام، داخل الشاتنج يعني جويند رومز، كم عدد الرومز اللي شاركهم، تمام. وفي عندنا بامكاني مثلا انه المسجز، كم عنده عدد مسجات، هون نمبر اوف مسجز. طبعا هاي الهاش تعتبر هي عباره عن رمز للارقام يعني. هون طبعا مسجز، هون طبعا ممكن اكتب مثلا انه از، هون طبعا هون مسجز، تمام. هون طبعا ممكن هون نكتب انه از ايميل فيريفايد، انا راح اسالك هل الايميل الخاص فيه فيريفايد، تمام. بعد هاي العمليه طبعا انه بما انه ممكن كمان نضيف واحد اخر، هذا طبعا راح اعتبره للاكشنز، تمام. هذا راح يكون للاكشنز، جميل جدا. حاليا انا داخل التي بادي، مطلوب مني عده امور، تمام. داخل التي بادي من المفترض انا اعمل لوبينج على اليوزرز بشكل عام. هون بدل ما اعرض اليوزر بامكاني اكتب فور اكزامبل انه يوزر، تمام، دوت، في عندنا اليوزر نيم لانه النيم الخاص باليوزر، وهون في عندي غير اليوزر نيم، في عندي اليوزر دوت. راح تلاحظوا انه في عندنا جويند رومز، بكتب فقط جويند رومز، يوزر جويند رومز دوت لينكس، كم عدد الروم اللي شاركها. هون طبعا المسجز، يوزر دوت مسجز دوت لينكس، كم عدد المسجات اللي بعثها. وهون طبعا انه فور اكزامبل انه بالنسبه لتحت طبعا في عندنا ممكن انا اكتب هنا يوزر، طبعا هاي راح تكون واحدة اخرى، راح تكون يوزر دوت از ايميل فيريفايد، راح نشوف فعليا اذا انه كان الايميل الخاص فيه فيريفايد. وهون بامكاني انه اعرض بالنسبه ل بعد اليوزر دوت از ايميل فيريفايد، بدل ما اكتب هنا تي دي راح يكون اكتب هنا تي دي جديد. طبعا هذا التي دي، تمام، راح يكون فيه اكشنز. شو القصد بالاكشنز؟ انا شو قصدي بالاكشنز؟ هاي راح تكون عباره عن باتونز، تمام. فاحنا خلينا ندخل التيبل ديسكريبشن هذا، راح نعمل اول شيء بي، تمام. وهون طبعا راح نجي نعمل باتون، تمام. وهذا الباتون طبعا راح اكتب عليها كليك، وهذا الكليك طبعا راح تكون كالتالي. هون طبعا بامكاني انه بما اني كبست عليها راح تكون عباره عن ايديت رولز، تمام. هاي ايديت رولز، هون الايديت رولز
تمام. هون طبعا داخل الكليك ممكن اكتب عليها فيل رولز، اول ما اكبس عليها راح اعبي الاري الخاصه بالرولز، فراح اعطيه اليوزر دوت رولز. تمام، جميل جدا، هذا اللوجيك اللي انا راح اعمله. تمام، لكن قبل ذلك طبعا هنا بما انه انا عملت هذا الفيل رولز زي ما انتم ملاحظين يوزر دوت رولز، طبعا هنا بعد هاي البتون فيل رولز في عندنا ممكن انا اعطيها مثلا لوجيك اضافي، انه مثلا فور اكزامبل اعطيها كلاس. تمام، الكلاس كديزاين يعني بس بي تي ان مثلا بي تي ان انفو. تمام، نعطيها مثلا انفو. تمام، بعد هذا البتون طبعا بامكاني هون طبعا نيجي نعمل مثلا بتون اخرى غير هذا البتون. نيجي مثلا نحكي انه داخل البتون هاي نيجي نعمل بتون اضافيه، وراح اجي مثلا هون اعمل له ديليت لليوزر. هاي راح تكون عباره عن ديليت لليوزر. حاليا مش راح نعملها امبلمنتيشن حاليا لانه مش مهتم فيها حاليا بالنسبه للدريت ليوزر. تمام، فراح احذف الدريت الخاص فيها. طبعا انتهيت من باتونز حاليا. حاليا احنا راح لما نكبس على الايديت رولز بدي اياه يطلع لي ديالوج. تمام، فهذا الديالوج مرتبط بتمبلت، لكن وين التمبلت؟ بامكاني اروح على انفاليد كريدنشلز، هنا في عندنا الانفاليد كريدنشلز كومبوننت، راح انسخ هذه التمبلت. تمام، راح انسخها اللي هنا وراح اروح عند السيستم يوزرز واضعها هون. تمام، فهون داخل التي دي، تمام، او بعد التي دي بامكاني اكتب هون ان جي تمبلت، اوكي، واضعها هيك على سبيل المثال. تمام، هذا طبعا زي ما انتم ملاحظين انه داخل التمبلت هون في عندنا المودال هيدر، راح اكتب مثلا هون ايديت. تمام، اليوزر دوت يوزر نيم رولز، هذا العنوان راح يكون هون رولز. تمام، هذا edit user rules بشكل عام. وبعد هذا طبعا edit user rules في عندنا هنا button. تمام، اذا كبست عليها راح تعمل لي hide بالنسبه لهنا. وبعد هاي العمليه طبعا في عندنا هنا المودال بادي. طبعا المودال بادي شو راح يكون بداخله؟ قبل المودال بادي طبعا بامكاني انا اضيف حاليا قبل المودال بادي مثلا ممكن انا اكتب هنا مودال بادي. طبعا هذا راح احذفه كامل، هذا اللوجيك اللي هون راح احذفه كامل، او اخليها هي على سبيل المثال، هاي راح اخليها، وهاي طبعا راح اخليها مثلا المودال بادي راح اخليها مثلا داخل رو معين. هون مثلا ممكن اكتب هون ديف دوت رو، وهذا الرو طبعا ممكن اخليه مثلا جاستيفاي كونتنت انت. تمام، وضع بداخله هذا الباتون بشكل عام، اذا يعني كلوزنج للمودال. تمام، حاليا انا داخل هون بالنسبه للمودال بادي ممكن انا اضع ايضا هون اعمل رو. تمام، ديف او ممكن رو، طبعا هذا الرو ممكن اخليه مثلا هون جاستيفاي كونتنت سنتر، راح اضع فيه ممكن هون اكتب له مثلا افيلبل. تمام، افيلبل مثلا ممكن اكتب له هون اتش 5 او اتش 4، اتش 4 فور اكزامبل افيلبل، اكتب له مثلا بدك تعدل على الرولز الخاصه باليوزر، راح اكتب له مثلا افيلبل رولز ار. تمام، احط له مثلا زي هيك انه في عندك يا اما الادمن، ادمن طبعا بالكابيتال، وفي عندنا اليوزر، هذا هم الافيلبل رولز. تمام، حاليا انا في عندي داخل الموقع هون راح ننسخ ال HTML اللي موجود هون. تمام، راح نيجي عند المات فورم فيلد راح ننسخه وراح نحطه داخل الرو يعني بشكل عام. تمام، فانا حاليا تبحت الرو هون بين هذول الروز بشكل عام، بامكاني انا انشئ رو وهذا اعطيه طبعا الرو انه يكون في عندي مارجن باتوم، انه مثلا ممكن اعطيه مثلا بالنسبه للمارجن توب تكون واحد. تمام، وفي عندي المارجن باتوم تكون واحد، وفي عندي البادنج بشكل عام انها تكون اثنين. تمام، هذا بالنسبه لهون، وطبعا راح اعمل له كوبي بيست نفسه. انا شو نسخت؟ نسخت الكود اللي هون ووضعته هون. تمام، حاليا شو راح يعمل هون؟ هذا طبعا راح يكون بدال التشيب ليست راح يكون عباره عن الرولز ليست. تمام، هون طبعا فروت سيلكشن الاريا ليبل راح يكون عباره عن الرولز، مثلا يوزر رولز الليبل يعني. تمام، وهون طبعا سيلكتبل هذا عمل داتا بايندينج مع السيلكتبل، مع السيلكتبل موجوده هون، وعمل الفيزبل طبعا عملها داتا بايندينج مع، هي عباره عن بس مجرد دايركتيفز يعني بيشبكها وانبوت داتا مررها بالنسبه لهذا الدايركتيف. هون طبعا ليت مثلا على سبيل المثال رول اوف رولز الخاصه بالنسبه للموجوده داخل الري موجوده داخل كومبوننت. طبعا هون على سبيل المثال في عندنا اليوزر رولز الماتشب، هون طبعا راح نعرض الرول، اوكي، هون طبعا الريموف للرول، هون كانسل، في عندنا انبوت هون طبعا الماتشب انبوت فور للرولز ليست. تمام، في عندنا السيبريت هذا الاد كي بشكل عام، وطبعا هون راح نيجي نعمل مثلا باتون. تمام، تحت راح نيجي نعمل باتون، اوكي، هاي البتون اللي راح نعملها راح تكون عباره عن الايديت. تمام، هون بامكاني نيجي نعمل مثلا على سبيل المثال
رح نيجي مثلا نعمل هون button. اوكي، وهذا button طبعا بامكاني اسميها هون بدل ما استخدم الكلاس فور اكزامبل، ممكن اسميها mat raised button. هاي عباره عن button خاصه بالانجلر ماتيريال، ونعطيها color فور اكزامبل يكون عباره عن مثلا انه accent، تمام، او مثلا نحكي له انه primary. وراح نعطيه مثلا انه الستايل، تمام، الويدث يكون على سبيل المثال الويدث مثلا خليه فور اكزامبل 110 بكسل، تمام. جميل جدا، ننزلها لتحت شوي. في عندنا غير الستايل طبعا 110 بكسل هذا، اوكي، هذا الويدث الخاص بالنسبه للبتون. في عندنا هاي راح تكون عباره عن ايديت، اوكي. طبعا هون بامكاني اكبس هون فور اكزامبل اخلي مارجن رو بين الكلوز وهنا اخليه مثلا 2، تمام، مارجن رو بينه وبين الايديت، اوكي. هاي اللي كليك عليها مش راح يكون عباره عن ايديت، راح يكون عباره عن ايديت يوزر رولز. وشو هو اليوزر؟ راح اعطيه اليوزر اي دي، يوزر دوت اي دي، تمام. يعني اليوزر هذا الخاص فيه الاي دي، جيب لي اياه وعدل الرولز الخاصه فيه، تمام. فانا حاليا داخل اللوجيك التالي، اعتقد كل شيء تمام الى الان، يعني بالنسبه لليوزر رولز وما الى ذلك ما في ظل في تغيير غير هذه التغييرات. نشوف مثلا اذا انه كان في عندنا ايرورز هنا، ما في ايرورز ابدا. هون طبعا في عندنا ديليت مثلا ميثود، لكن ضايل في عندنا تغيير بسيط واحد اللي هو كالتالي. لما نيجي لازم نعطي مثلا الان جي تمبلت هاي، اوكي، في عندنا الان جي تمبلت لازم نعطيها تمبلت ريفرنس فاريبل، اسميه مثلا هنا ايديت رولز تمبلت، تمام. هذه الايديت رولز تمبلت راح انسخها واضعها داخل ايش؟ البتون هاي، تمام. فلما انا اكبس على الايديت رولز راح يعمل لي فيلر رولز، وراح يعمل لي اوبن تمبلت، تمام. شو التمبلت؟ اسمها ايديت رولز تمبلت، تمام. فانا خليني انسخ هذا، عفوا اعمل له بس لتحت، تمام. راح يعمل لي اوبن للتمبلت ايديت رولز تمبلت، راح يفتح لي اياها وراح يوضح لي فعليا شو موجود فيها. هاي راح احذف هاي الاي، تمام. صفى عنا هذا الكلاس بشكل عام، يعني الخاص بالنسبه للرولز. وفي عندنا تقريبا اعتقد نفس الموضوع حاليا. انا راح فعليا راح اوقف الفيديو وانشئ كم من يوزرز، راح انشئ افتح البوست مان وانشئ يوزرز. طبعا انا فهمت من اس تي اس كيف ممكن نعمل انشاء ليوزرز، تمام. فانا راح انشئ يعني بعض اليوزرات، تمام، بحيث نتحكم فيهم داخل السيستم. حاليا انا راح اوقف الفيديو وانشئ كم يوزر، تمام. طبعا بالنسبه للانشاء لليوزر انا شارحه بالنس تي اس بنفس سلسله فيديوهات، فاللي يتابع سلسله الفيديوهات اكيد راح يشوف النسبه لانشاء اليوزرز. طبعا بعد ما جهزت انشات اكثر من يوزر، بامكاني حاليا اني اجي اشغل السيرفر طبعا هون خاص بالانجلر، فراح اكتب فقط ng serve داش او، وراح فعليا نشوف كيف الريزلت اللي طلعت من هذه العمليه. طبعا زي ما انتم ملاحظين حاليا بالنسبه للسيستم يوزرز، احنا دخلنا على سيستم يوزرز، هذا هو عباره عن شكل السيستم يوزرز، معلومات عن اليوزر. مثلا انا في عندي اليوزر اللي هو عباره عن احمد منصور، رولز خاصه فيه يوزر، انا الادمن نفسي عبارة عن ادمن رولز فيه، في عندي عن الرانيا اسعد هي عبارة عن مجرد فقط يوزر، ولاحظوا هون عبارة عن اديشنال انفورميشن. اذا كبست على فور اكزامبل احمد منصور بتعمل ايديت رولز، تمام، لاحظوا هذا الشكل. لكن راح اغير انا بشكل الباتون هون وراح نعمل التالي. طبعا راح تلاحظوا اذا كبست على اكزيت، تمام، الايديت بعدها موجوده. طبعا لازم على الاقل في عندنا واحد رولز خاصه بالنسبه لليوزر، تمام، مش لازم تكون نلبل خاصه باليوزر، تمام. فانا شو ممكن اجي اعمل هنا؟ راح اروح عند الفور اكزامبل هون عند الايديت، اوكي، هون طبعا الويدث مش راح اخليها 110 بكسل، راح اخليها بس مجرد هنا. طبعا هذا المات ريزد باتون هاي عباره عن دينجر، هون طبعا مارجن رو اكيد. هون طبعا راح نيجي نعملها راح نعمل هنا كونديشن، تمام، هذا راح اكتب له ديسيبلد، راح تكون موقف في هاي باتون، تمام، في حاله متى انه الرولز اوكي دوت لينكث شمالهم اقل من واحد. اذا كان يعني الرولز ما كانش في عندي ولا رولز داخل الاري، بالتالي انا راح اعمل ستوب لهي الميثود، راح اعملها ديسيبل، ترى مش راح يقدر اليوزر انه يكبس عليها، تمام. وطبعا ما ننساش مثلا عندي هذول الميثودز الخاصات مثلا بالنسبه للايديت رولز والديليت. هنا طبعا بامكاني انا اخليها عباره عن دينجر، تمام، هاي دينجر باتون، وراح فعليا اني اجي اعمل مثلا هنا مارجن رو اخليها مثلا 2، بحيث انه يكون في مسافه بين الباتونز، تمام، هذول الخاصات. بالنسبه فقط هذا هو عباره عن اللوجيك اللي احنا راح نعمله، وراح فعليا راح نعمل هنا ريفرش للسيرفر، اوكي، راح نعمل ريفرش،
طبعا بعد ما عملنا ريفرش لاحظوا هون صار في مسافه بين الباتونز بشكل عام. اذا بدي اكبس اديت رولز الخاص باحمد منصور على سبيل المثال راح يكون مثلا اذا بدي اكبس مثلا بدي اضيف مثلا فور اكزامبل رول بامكاني اكتب هون فور اكزامبل ادمن تمام اكبس انتر تكبس وادمن تكبس وانتر تمام فصار في عنده يوزر وادمن. طبعا مجرد ما كبست انتر شو بيصير في عليها ايفنت تشينج يعني في عليها مثلا في عليها ميثود اسمها اون تشينج تمام. فلاحظوا هون مثلا لما نيجي على سبيل المثال هون باتون تمام في عندنا مثلا في حاله الاد تمام في حاله الاد في ميثود اسمها اد هاي يعني اذا بدي اجي هون على سبيل المثال في عندنا الانبوت لاحظوا هاي عباره عن الاد ايفنت هاي عباره عن اد ايفنت تمام. مجرد ما كبست انتر لهنا راح يجي عند هاي الميثود اللي عباره عن اد وفعليا يجيب القيمه من الايفنت نفسها وفعليا يضيفها على الرولز تمام. فانا هذا صار بدي اخليه عباره عن اد من احمد منصور فاذا كبست ايديت على سبيل المثال راح يعمل هون المفروض انه يخلص يعني يطلع من هاي الديالوج تمام. نشوف شو راح يصير. يوزر احمد منصور رولز ابديتد سكسسفولي. طبعا اذا رحت عند احمد منصور لاحظت انه صار في عنده ادمن صلاحيه انه يكون ادمن تمام. وفي عندي هون محمد على سبيل المثال هذا عباره عن ايميل خاص فيه اذا فعليا صار عندي ادمن. اذا بدي اعمل لوج اوت ويعني اعدل عليه طبعا ممكن انا ايضا اعدل على محمد قادري هذا اعدل على الرولز الخاص فيه ممكن اكتب ايديت رولز ممكن اخلي هذا اكتب مثلا يوزر طبعا تذكروا اكتبوها تكون كابيتال تمام. فاذا كبست انتر وعملت ايديت طبعا اعتقد شكل الباتون مش مناسب لانه انا مستخدم هون داخل ال HTML الباتونز هون الخاصات بالنسبه للديليت وفي عندنا الايديت هون الايديت رولز هاي عباره عن مات ريزد باتون والكلر عباره عن برايمري ما بعرف ليش هيك الشكل الخاص فيها لكن عموما مش مهم حاليا. لاحظوا اتعدلت الرولز الخاصه باليوزر واصبحت في عنده الادمن واليوزر تمام. هذول هم عباره عن الرولز الخاصه بالنسبه لي. اذا بدي اجي هون فعليا اعمل لوج اوت بدي اسجل بهذا الايميل بس بنسخه تمام بما انه هذا عباره عن ادمن فممكن يفوت على هذا السيستم تمام. فاذا عملت لوج اوت على سبيل المثال وكتبته هون احمد مثلا 22@gmail.com تمام وكتبت الباسورد الخاصه فيه تمام وعملت لوج ان نشوف شو راح يصير. لاحظوا احمد تحول على الجيميل تمام تحول على الجيميل لكن هون عرض لي انه احمد منصور مش محمد قدري فهذا عباره عن ادمن اسمه احمد منصور وفعليا هذا الادمن الخاص فيه بشكل عام. فاذا رحت على البروفايل فور اكزامبل تمام الخاص فيه بشكل عام يعني كاحمد منصور راح تلاحظوا انه هاي بيانات احمد منصور. هون طبعا فيش في عندي صوره اذا كبست على الصوره اللي هون يعني بدي احمل له صوره تمام ممكن احمل له صوره بشكل عام لمين كانت يعني ممكن نتحمل انه نستخدم اي صوره ممكن نحملها تمام. في عندنا فور اكزامبل في عندنا هون كمبيوتر ايمجز لا احنا قلنا مثلا بالصور هاي تمام. اذا بدي اجي اختار مثلا هذا الصوره تمام نيجي نحملها نفسها فنكبس ابلود تمام راح يعمل ابلودنج لهذه الصوره الخاصه بالنسبه لاحمد منصور. وراح نستناه عم يعمل ابلودنج ومجرد لما يعمل ابلودنج طبعا راح يطلع لنا مثلا توست مسج انه مثلا صوره خاصه باحمد منصور انه تعدلت بشكل كامل وفعليا راح يرد لي اياها داخل البروفايل الخاص فيه. فعليا طلعت لي مسج انه بروفايل ايمج ابلودد سكسسفولي وبالتالي انه المفروض انه يجي لي صوره احمد منصور وهذا عباره عن صوره احمد منصور. هون باخذ وقت على ما يحملها بس يعني هي تحملت نوعا ما تحملت ويمكن يعني هي قاعده تحمل فيها ممكن اروح على الداشبورد وارجع على البروفايل ممكن اشوفها متحمله بشكل كامل. تمام نرجع للبروفايل فور اكزامبل وراح نشوف فعليا انه الصوره تكون محمله بشكل تلقائي الخاصه باحمد منصور. لاحظوا هاي صورة احمد منصور. عموما هذا هو اللوجيك اللي انا كنت يعني حاب استخدمه بالنسبة للرولز. هاي عبارة عن السيستم يوزرز طبعا هذا اللي عرضناه يعني جيدة نوعا ما. ممكن نضيف لوجيك اكثر تمام نبعث لهم نوتيفيكيشنز نعدل فيهم نضيف اشياء فيتشرز اخرى لكن انا اكتفيت بهذا الامور بس نعطيكم نبذة انه كيف ممكن نتعدل على اليوزر. ممكن مثلا نكتب هون edit user info يعني show details يعني ممكن لوجيك اخر تمام. عموما السيتنجز هاي عباره عن سيتنجز هاي عباره عن كومبوننت لكن بتمنى تعطوني اقتراحات شو ممكن اعمل للسيتنجز لهذا السيستم. اعطوني اي اقتراحات وانا بمجرد ما اعطوني الاقتراحات بالنسبه لهذا السيتنجز انا ان شاء الله راح يعني اضعها داخل جدول سكيجولينج واكتبها
وننفذ لها لوجيك خاص فيها. تمام، عموما هاي عبارة عن الادمن بانل اللي ممكن يتحكم فيها بالنسبة لليوزرز. حاليا راح ننتقل التحكم بالمحتوى، كيف ممكن اليوزر يتحكم بالمحتوى الخاص بالسيستم، زي ممكن يعمل اضافة لسونجز لميوزيك لميوزيشنز الى اخره. تمام، ان شاء الله بيان ذلك راح يكون بالفيديوهات القادمة. يعطيكم العافية وان شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم.